بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام في جزر القمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم ومحبكم في الله وأخوكم الفقير حسن صالح. تابعت هذه المسابقة التي تجرى في بلدكم المبارك، حفظكم الله ورعاكم وجعلكم في خدمة القرآن، ولكن أنصحكم ألا تعتمدوا هذه الطريقة في التحكيم مرة أخرى، فإن هذا لم يحدث أبدا في أي مسابقة في الدنيا فيما يخص القرآن. مسابقات القرآن يا إخواني لا تعتمد على إعجاب الجمهور، هذا لا يصح أبدا في القرآن الكريم. هذا ممكن في الإنشاد، ممكن في أشياء أخرى، لكن في القرآن، القرآن لا يترك للجمهور، الجمهور يسمع فقط ويتلذذ بالصوت وبالجمال وهكذا. أما التحكيم في مسابقات القرآن يعتمد على لجنة متخصصة من المشايخ المقرئين العلماء ذوي الخبرة في التجويد وفي الوقف والابتداء، وأيضا يضاف إليهم في مسابقات الأصوات لجنة في الخبرة بالطبقات الصوتية والمقامات الموسيقية وغير ذلك. هذا ما يحدث في كل مسابقات القرآن ومسابقات الأصوات في الدنيا كلها. أما هذه الطريقة فحقيقة ليست جيدة وليست موفقة، لأنها لا تعتمد إلا على شيء واحد، وهو جمال صوت المقرئ بصرف النظر عن ضبطه لأحكام التجويد واللحن الجلي والخفي. فأرجو إن كان من يعني إخاء بيننا ألا تعتمدوا هذه الطريقة في مسابقات القرآن مرة أخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء المتسابقين سيصلوا إلى المركز الأول ويفوز بالجائزة من لا يستحق، لأن الشاطر منهم هو الذي يستطيع نشر تلاوته على أكبر عدد على السوشيال ميديا ويحصد أصوات الإعجاب والتعليقات، وهذا لا يصح في القرآن أبدا، هذا كلام الله عز وجل. الناس يستمعون ولا يعرفون التجويد ولا يعرفون الوقف والابتداء ولا يعرفون شيء من هذه الضوابط التي تحكم قراءة القرآن. وأنا استمعت إلى تلاوات المتسابقين، بعضهم لا يصح أن يشترك في المسابقة، بعضهم يخطئ لحنا جليا والناس يهللون وهم لا يعرفون ماذا يفعل. فأرجو منكم يا إخواني يا أحبابي يا خدمة القرآن في جزر القمر في المسابقات القادمة إن شاء الله ألا تعتمدوا هذه الطريقة أبدا في التحكيم، لأنه سيفوز من لا يستحق. إنما تحكيم مسابقات القرآن يقوم على لجنة متخصصة من الحكام من المشايخ والمقرئين المتخصصين في علم القراءات والتجويد، وفي مسابقات الأصوات يضاف إليهم بعض المتخصصين في طبقات الصوت والمقامات الموسيقية وغير ذلك، ولكن الأصل التجويد، الأصل التجويد هو الأساس. ولذلك يعني طلب مني بعض المتسابقين أن أنشر تلاوته على صفحتي حتى يحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، وأنا اعتذرت له لأني أرفض هذا الأسلوب في تحكيم مسابقات القرآن، إنما أريد أن يفوز من يستحق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. أخوكم ومحبكم حسن صالح، أتمنى أن تصل هذه الرسالة للمسؤولين عن المسابقة والمنظمين لها ولجنة التحكيم.